سيستماتيكال على مسرح مونو بثلاث عروض جديده ب 9 و10 و11 شهر. معنا باستوديو مجموعه بديع بوشقره. بديع بوشقره مش موجود، ولكن بما انه هالمسرحيه لبديع بوشقره والمجموعه رح نستضيف المجموعه اليوم. اهلا وسهلا فيكم. معنا باستوديو رالف فريم الارت دايركتور او المدير الفني، اهلا وسهلا فيك. معنا ميرا سيداوي وبسام ابو دياب يلي هن الممثلين الرئيسيين بهالمسرحيه اللي فيها ممثلين وفيها تو كاركترز كمان، شخصيتين عم يلعبوا المسرحيه. بس معكم كمان على المسرح مثل ما قلتوا لي موسيقى، فهيك الموسيقى رح تكون لايف. رح نحكي مع زهر حمادي، تحيه لإله، مع كمان من المجموعه زهر. تنشوف ليش المجموعه وشو دور المجموعه بهالمسرحيه. رح بلش معك بسام. اوكي، امتى بلشت سيستماتيكال؟ يعني كان في عروض سابقه لسيستماتيكال، امتى بلشت تشتغلوا عليها؟ العروض السابقة كانت بحزيران تقريبا، بأول حزيران عرضنا 6 عروض، وهو بلشنا التمرين بأزار قبل بشهرين من المسرحية. هلا كان في شيء عم بيتحضر قبل بكتير يعني، بس لبلشنا التحضير والتمرين بلشنا قبل بشي شهرين. وكانت كرمال قصة المجموعة كانت الخبرية أكثر، قصة ارتجالات مثل ما بيصير بالمسرح الحديث عادة، وهو تجريب كان أكثر، وعلى هيدا الأساس صرنا نلاقي الأشياء، النص والشغلات. ميرا، ارتجال وتجريب ومجموعة عم تشتغل، بس بيكون في بعض بالأول، بيكون في يعني مبدأ معين لقصة معينة، نواة معينة. كان الباز بشكل أساسي هو علاقة هيدا الرجال مع هيدا المرأة. المرأة اللي هي يعني هي out of system، بمطرح ما فيها كمان تكون out totally of system، يعني كل الوقت لازم تجرب تكون موجودة معه بهيدا العلاقة، بهيدا البيت، بهيدا الغرفة، بس كمان هي جوا كتير عبالها تكون برا بمطرح تاني، أو هو كمان بعد ما تزوج صار حدا تاني، بطل يخبرها الأشياء اللي كانت عبالها تسمعها، بطل يهتم بالتفاصيل، صار يهتم بأنه لازم أدفع أجار البيت، لازم خلص المصاري بالبنك ومدري شو، وهي أنه راسها بس عاطينه عذره يعني، مش مهاجمينه لا، أنه عاطينه نحن بس أنه الفكرة هي علاقة هيدي المرأة الخوطة إذا بدك مع هذا الرجال اللي كتير سيستماتيكال، بيمشي كل يوم، بيفيق الصبح، بيرجع بكير، بياكل بهذا الوقت، بيحكي معه بهذا الوقت، وهي بتمشي معه بذات الطريق. فهيك بلشت ماشي بالنظام. بالنظام مظبوط. رالف مدير فني لمسرحية فيها شخصيتين على المسرح، الديكور منه هو الأساس، وفيها ميوزيشن كمان عم يلعب، كيف بدك توصل الصورة؟ الشغل مع بديع صار اول شيء على فكره الايحاء، كنا عم نوحي بانه هيدا بيتهم، عم نفرجيهم بشكل انه ايه هيدا بيت فيه اليمنتس بسيطه، انما بيوصل الفكره اذا بدك. يعني عندنا الشباك، عندنا صوره العرس، عندنا بس اختيار برابس هن اللي بيوصلوا الفكره، مشان هيك هيدا الشيء ما كان جدا سهل، لانه بديع اصر انه ما نستعمل او ما نجيب برابس الا نستعملها، فهون ما كان عندنا جانب تجميلي للمسرح، انما اكثر ما هو جانب يساعد الممثل بايصال الفكره وايصال العمل. خلينا نشوف تريلر. كذاب thank you.
تشتري اكثر. بس اليوم بدي اعرف، انا مش موجود بلبنان وسيستماتيك اللي رح تمشي هلا بغير طريقه ولا نفس الشيء؟ لا لا نفس بالمبدا نفس الشيء. بالنظام بالنظام نفسه. هلا ما فيك تقول على الهواء بيكون عم يسمعك. تحية لبديع بكندا اليوم، بديع بوشقرة، والتجربته يعني تغيرت او تطورت او نزيد عليها كثير اشياء كمان بكندا ونقلها بسيستماتيكال. بالنسبة لكم انتم كممثلين لبنانيين يعني خبرتكم لبنانية. مزبوط. هو مخرج خطير بديع. هلا مش عن جد عم بحكي بصراحة، لأنه جابنا بوقت كثير قصير، حطنا بقضية كبيرة. أنا برأيي إذا منبلش فيها نعالج مشاكلنا بالعالم أنه بتخلص بتخلص كل مشاكلنا. أتليست كيف نتحاور مع بعض، أو كيف أعرف أفهمك أو تفهميني كرجال أو كمرأة. فبديع جاب هيدا الشيء الكتير كبير، حطه بالأكت بالمسرح الصغير بمونو، وقالنا بدنا نعمل مسرحية. فكان كتير مسؤولية صعبة علينا ثلاثتنا، بعتقد أربعتنا. واشتغلنا معه ارتجالات مختلفة، وتوصلنا بمطارح كتير صعبة. كنا عم نوصل انه نستسلم، لا ما فينا بقى نكمل. اللي عم تطلبه كتير صعب، اللي عم تطلبه كتير اذا بدك هيدا المسرح الحديث التجريبي اللي بده طاقة دايما موجودة، اللي بده فكر. يعني اذا ما عندك فكر ما فيك تعملي هيك مسرح، ما فيك تأنجي هيك مسرح. فالموفما حتى فيها احساس وفيها فكر وفيها بسام هالحركة على المسرح الدايمي يلي هلا بدي ارجع كمان معرف شوف اذا يعني هي اكيد بدها توصل كمان الصوره والفكره، ما فيها اي احراج لك كممثل على المسرح اللبناني؟ هلا في شغله انه بالنتيجه الحركه هي بمحل كثير، بنقعد بنقول مثلا نص ثلاث اربع صفحات وبنصير نخطب بالعالم. وهي بدها هي الفكره ايه، انه لما يعصب الانسان مثلا، نقول حدا عصب ما بيفكر بأي شيء تاني إلا أنه بيعمل انفعال بجسمه، بتلاقي التنشن اللي بجسمه بيصير موجود بدون ما يكون عم بيقول أنه أنا معصب وأنا عم بعمل وما بعرف، ما بيحكيهم، بيعملهم بيعملهم بالفعل. وهيدا الشيء اللي هو صرنا ننقل، يعني نجمع كل الأشياء اللي بدنا نقولها ونقولها بشيء كتير بسيط اللي هو بجسمنا، كيف بيحكي الأشياء، كيف بينفعل، كيف بيعمل التنشن. رالف مثل ما فهمت فاذا تطورت هالمسرحيه، يعني كيف هي نويت للمسرحيه ولكن مع التحضيرات تطورت وانكتبت يعني او انعاد كتابتها مع الوقت، وهيك الصور اللي بدك توصلها كمان مع بديع من خلال هالمسرحيه كمان اجت مع الوقت. هون الحركه قد ايه بالنسبه لك مفيده او قد ايه يعني متعبة وبتغطي على الصورة؟ هلا انا برايي انه الحركه على المسرح هي ضروره بهذا النوع من المسرح، لانه مثل ما قائم على الكلمه قائم كمان على التعبير اذا بدك، او التعبير الجسدي. فهذا الشيء بمحلات ساعدني، لانه كنت اقدر بوقتها اني اذا بدك اتغنج على بديع اقول هات نزيد بعد هالالم انت، خاصه انه كان مصر بده بس الاشياء اللي رح نستعملها بالعمل. وفعلا يعني كانوا اشياء بمحلهم، والمكان اللي عم تنحط فيه الالمنتس بتجي كمان بسيستم معين يتساقب مع حركتهم على المسرح. فبتخيل انه خلقنا سيستم لهذا النوع من المسرح، خلقنا سيستم وفينا نكسر ساعة اللي بدنا. وبدي اقول بس كمان انه صار في نوع من التماهي مع العمل اذا بدك، يعني بين يعني صار في مثل ايه، صار في مثل هيك we identified مع العمل بشكل انه صار قضيه لكم، صار قضيه ايه، وصار انه عارفين شو رح يصير، عارفين ليش عم بيصير. فهذا الشيء المفيد جدا. وبتخيل مش هيك انه بحال انا غبت بيقدروا يغطوا عني، لانه كلنا عم نعرف شو عم نعمل وليش عم نعمله. فما قلنا غنى عنك طبعا. بس شكرا. بسام 9 و10 و11 شهر المسرحيه الساعه 7 ونص على مسرح مونو. ثلاث عروض، قبل كان في ست عروض، بس يعني في صعوبة انه يكون في عروض متتالية مسرحية من هالنوع على لكم كممثلين على المسرح مع هالقد حركة متواصلة، وبعدين النص وينه وقد ايه اهميته؟ اوكي، النص موجود النص بالمسرحية، بس يعني تقريبا في مشهد من المشاهد بنكون عم في حوار بيننا، بس هيدا الحوار مبني على كلمة 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 بكلمة، اللي هي بدل ما نقول مثلا جملة طويلة عريضة ويبقى بالآخر منها الأساس هو هيدي الكلمة بدنا نقولها، لا بصير الحوار. وهيدا جزء من الـ من الـ
من الاشياء اللي بيجرب المسرح الحديث عاده ما يفوت كثير بالخطبيه وبيفوت بس على الاشياء اللي هي هالقد بحاجه لها وما يكون في ثرثره بالنص ولا بالحركه ولا بشيء، بيعمل الاشياء قد ما هي مثل ما هي بالضبط وبتوصل للشيء اللي بالاخر المخرج وفريق العمل بده يوصل له. ما قل بدل. والموضوع اللي بدنا نوصل ولا اقل. وبالنسبه لقصه العروضات ورا بعضهم هلا هو العرض وقته منه كتير طويل وبس بنفس الوقت لو بيكون في كتير عروضات كل ما تكوني انت عم تعملي هيدا النوع من المسرح اللي هو الممثل بكل لحظة بكل عرض بيكون عنده اشياء عم بيقولها وكل نهار بتتغير يعني ما بتتغير كتير بس في اشياء بيضيفها لان عم بيحكي عن موضوع هالقد حقيقي وهالقد بيعني له. ميرا بس العرض ساعة صحيح بس التركيز عليكم كل الوقت يعني بمسرحية معينة ممكن انه ايه يكون التركيز على اي شيء ثاني للحظات معينة على الاقل فالممثل بياخذ نفس بهالوقت حتى لو كان موجود على المسرح ومركز وكل شيء هون ما في ايه نحن ما بناخذ نفس اخذ لنا نفس اعطيتك حقك ريحتها ما في نفس ممنوع لا بس عبالي اقول لك شيء قبل انه بخصوص النفس نحن بنكون عم ناخذ نفس بالمسرحيه بريت المسرحيه ما في نفس عن جد عم بحكي بتمنى تحضروا العرض او من بعد هالمسرحيه صرتي عم تقولي هيك حسيت انه هون في لانه بالمسرحيه في نفس ب 9 و10 و11 شهر فينا ناخذ نفس من 7:30 ل 8:30 بسيستماتيكال على مسرح مونو اهلا وسهلا فيكم ثانك يو مشاهدينا وقفه بنرجع نتابع